اكتر حاجة بقدر ان انا اطلع منها وصفات كتير هي الجلاش. والنهاردة هعمل لكم فطاير الجلاش المقلية على الجريل بطريقة سهلة او بسيطة. بس الاهم من ده كله ان احنا هنعمل لها حشوة الفراخ المتبلة بتتبيلة حلوة قوي. يعني طريقة النهاردة على قد ما هي سهلة وبسيطة لكن هتطلع بطعم حلو جدا جدا. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض والمقادير. والاول كده بسم الله هنحتاج كوباية زبادي اللي هو زبادي الشركات او كوباية زبادي بلدي، وهننزل عليها بنص كوباية صغيرة لبن ومعلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة قرفة ومعلقة صغيرة بهارات فراخ او ممكن السبع بهارات. بعد كده هنحط نص معلقة صغيرة ورق لوري ناعم وزيها حبهان الناعم، ونحط معلقة صغيرة ملح، وهننزل بعد كده بتلات اربع معالق كبار خل، وبعد كده هنحتاج لمعلقة كبيرة مليانة من الصويا صوص. ننزل بالصويا ونبتدي نقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهي دي التتبيلة بتاعت الفراخ بس احنا هنحطها بعد التسوية. طريقة النهاردة حلوة قوي قوي في الطعم، بس جربوها معايا كده وشوفوا النتيجة بنفسكم. ونبتدي نحضر الحشوة. في الاول كده بنحتاج معلقتين كبار سمنة، ونزود عليهم معلقتين ثلاثة زيت، ممكن نستخدم زيت بس او سمنة بس. بنسيبهم على النار لحد ما يسخنوا، بعد كده هننزل بالكمية اللي احنا حابين نستخدمها من صدور الفراخ، يعني ممكن ربع كيلو او نص كيلو او كيلو زي ما تحبي. انا معايا تقريبا نص كيلو من صدور الفراخ قطعتها لشرايح صغيرة، وبديها تقليبة كده مع الزيت والسمنة لحد الفراخ ما لونها يغير كده وتبتدي تدخل في تسوية بسيطة. بعد كده بنزل بوحدتين من البصل حجمهم وسط بس مقطعهم شرايح برضو، وبقلب البصل مع الفراخ لحد البصل ما يدبل. نحتفظ بلون البصل زي ما هو مجرد يدبل بس. هننزل بالفلفل، اي نوع فلفل موجود عندنا ينفع، انا استخدمت الفلفل الرومي الاحمر والفلفل الالوان الاصفر والاحمر برضو، وقطعتهم شرايح وهبتدي اقلبهم مع البصل والفراخ لحد الفلفل هو كمان ما يدبل حاجة بسيطة. بعد كده هنبتدي نوزع التتبيلة اللي هي تتبيلة الزبادي والصويا صوص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنوزعه على الوش شوية شوية كده بالمعلقة ونقلب. بعد كده هنبتدي نكمل توزيع الصوص تاني او التتبيلة اللي معانا، كل ما نحط شوية نقلب لحد ما الفراخ مع البصل والفلفل يتشربوا التتبيلة دي كويس قوي. هنلاقي ان الحشوة فيها شوية كده من الصوص، هنسيبها على النار دقيقتين كده بس هتتشربها وهتبقى بالشكل ده، وبكده بتكون استوت. هنشيلها من على النار ونبتدي نحضر الجلاش. معايا لفة جلاش وزنها 500 جرام. في البداية كده باخد ورقتين بس وبدهنهم بفرشة بسيطة من السمنة، بعد كده بجيب شوية من الحشوة وبحطهم على حرف الورقة بس بحطهم في النص، يعني على حرف ورق الجلاش من فوق، وبوزع الحشوة بالشكل ده وبحط شوية من الجبنة الموتزاريلا، ودي اختياري، ممكن نحط اي نوع جبنة احنا بنفضله. وبطبق الجلاش على الحشوة بالطريقة دي، وبدهن برضو فرشة بسيطة كده من السمنة، وببتدي اطبق على شكل ظرف. بطبق في الاول الطرف كده تطبيقة بسيطة، وبعد كده باخد الجلاش كله بطبقه على بعضه بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. بخلص الكمية كلها وببتدي اسوي على طول. بجيب الجريل، وممكن لو ما عندكيش جريل تسوي في الصينية التيفال او اي نوع صينية موجود عندك، المهم هتحط شوية من الزيت وتنزلي بالجلاش بالطريقة دي. هننزل بالجلاش على الجزء المفتوح الاول، واول الجلاش ما ياخد لون ذهبي بقلبه الناحية التانية، بس اهم حاجة ان النار عندي هنا تكون متوسطة او اقل من المتوسطة، النار ما ينفعش تكون عالية. وبفضل اقلب في الجلاش شوية بشوية لحد ما بياخد لون ذهبي من الناحيتين، ودي طريقة التسوية، طريقة سهلة قوي مش هتاخد معانا وقت خالص. هنشوف دلوقتي بعد ما نخلص الكمية كلها لفة الجلاش عملت معانا كم قطعة. الطريقة دي سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاك وقت خالص في التحضير. هي دي الكمية اللي انا خلصتها، وقت التسوية ما اخدش معايا غير 5 دقايق بالظبط، لان الجلاش من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت كتير على النار. انا استخدمت الاتنين جريل، وفي كل مرة كنت بحط قطعتين ودقيقة واحدة بقلبه الناحية التانية كان بياخد لون ذهبي، وهي دي الكمية اللي انا عملتها من لفة جلاش واحدة. طريقة سهلة او بسيطة بس فعلا حلوة جدا جدا. حشوة النهاردة بطعم مميز قوي، جربي الجلاش بالطريقة دي وبنفس الحشوة وشوفي قد ايه هتطلع معاكي ممتازة.
تقدري تعمليها كوجبة سريعة قوي لجوع آخر الليل. أتمنى تجربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا، والسلام عليكم.